النار ولع. هناك قصف هائل نجده الآن في غزة، مشاهدينا كما تلاحظون هناك قصف ينتج عنه وميض هائل في مدينة غزة التي يخيم عليها الظلام، قصف شديد جدا كما تلاحظون، هناك وميض يتصاعد من أفق مدينة غزة. هناك في الواقع قصف على أكثر من منطقة، حتى أكثر من وميض يخرج في نفس الوقت، وسحب الدخان كما تلاحظون تتصاعد من المباني التي تعرضت قصف كبير ومتكرر الآن يخرج أفق مدينة غزة كما تلاحظون مشاهدي. اليوم يمر 21 يوما على بدء هذا العدوان الإسرائيلي، وكل يوم كان حمل معه دائما سقوط عدد كبير من الضحايا بسبب استمرار القصف الإسرائيلي المكثف الذي نشاهده الآن جزءا منه على الهواء مباشرة.